الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. معشر الضباط وضباط الصف والجنود، بمناسبة الذكرى 64 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وجه جلالته الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية. وبهذه المناسبة ثمن جلالة الملك عاليا ما تبذله القوات المسلحة الملكية من جهود حثيثة لتعزيز مراقبة وحماية حدود المملكة برا وبحرا وجوا. وفي هذا الصدد، وبصفتنا قائدكم الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لا يسعنا إلا أن نتمن عالياً ما تبذلونه من جهود حثيثة لتعزيز مراقبة وحماية حدودنا برًا وبحرًا وجوًا. جلالة الملك نوه أيضاً بصمود الجنود المرابطين بالأقاليم الجنوبية دفاعاً للوحدة الترابية للمملكة، وكذا بكل أفراد الجيش الساهرين على أمن الحدود بكل يقظة وحزم. وأضاف جلالة الملك أنه بنفس الروح العالية من الانضباط والتفاني التي تميز مجهودات القوات المسلحة الملكية داخل الوطن، تواصل التجريدات المغربية تأدية مهامها النبيلة في إطار عمليات حفظ السلام بكل من الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، وكذا أطقم المستشفى العسكري الميداني بالزعتري. وانسجاما مع قيم التضامن الإنساني المتجذرة في أصالتنا وتاريخنا، ساهمتم في إغناء رصيد المملكة في هذا المجال عبر تنظيم وتأطير عدة ندوات دولية بشراكة مع الأمم المتحدة، من خلال ما راكمتموه من مكاسب قيمة وخبرات ذات مصداقية. كما نوه جلالة الملك بالإجراءات التفعيلية للأوامر الملكية السامية في ميدان الخدمة العسكرية، والتي كانت نموذجاً في حسن التدبير والتأطير في كل المراحل التي واكبت عملية إدماج الفوج 36، من توفير للبنيات التحتية والأطر التدريسية والموارد البيداغوجية، بغية تمكين المجندات والمجندين من تكوين مهني تطبيقي يلائم طموحات الشباب في الاندماج في النسيج المجتمعي والانخراط في مشاريع البناء والتشييد بروح الوطنية والمسؤولية. وفي الأمر اليومي أشاد جلالة الملك بالانخراط الفوري والقوي للقوات المسلحة الملكية، تنفيذا لتعليمات جلالته في محاربة الوباء الذي يضرب بلدنا كسائر بلدان العالم. كما نوه جلالة الملك بالتفاعل السريع للوحدات التابعة لمختلف المكونات البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، وانخراطهم القوي في الصفوف الأمامية لمجابهة هذه الجائحة جنبا إلى جنب مع مختلف أجهزة الأمن الوطني والقوات المساعدة ومصالح الإدارة الترابية والوقاية المدنية، من أجل التوعية والتطبيق الميداني لتدابير الحجر الصحي، مما سهل انخراط والتزام جميع المغاربة في تنفيذه. جلالة الملك أبرز أيضا أن اهتمام جلالته المستمر لتحديث وتجهيز وحدات القوات المسلحة الملكية نابع من حرص جلالته الدائم على تنمية القوات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية وتوفير السبل والوسائل الضرورية، وذلك وفق خطة مندمجة شاملة تهم العشرية المقبلة، استكمالا لما تم إنجازه خلال العقدين الماضيين، حتى تبقى القوات المسلحة الحصن الحصين والدرع الواقية لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته. راجين منه تعالى أن يجعلكم دوما كما عهدناكم درعا واقيا لهذا الوطن، تنكسر عليه كل التهديدات، محافظين على مصالحه العليا وعلى مقوماته الوطنية، ملتفين حول قائدكم الأعلى ومخلصين لشعاركم الخالد: الله
الوطن الملك وحرر في 15 رمضان 1441 الموافق ل 9 ماي 2020 الإمضاء محمد بن الحسن.